فاروق صلاح ولقاءات ما بعد نهاية هذا اللقاء. تفضل يا فاروق. يا كابتن اسلام مره تانية ولضيوف حضرتك الكرام كابتن شريف عبد المنعم كابتن محمد حشيش كابتن احمد بلال، عقب فوز النادي الاهلي على فريق سموحه بهدف احرزه رمضان صبحي، معي في هذه الاثناء كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. كابتن سامي مبروك، فوز مهم. البدايات خلال الموسمين الماضيين الاهلي كانت بلازم عدم توفيق، النهارده اعتقد بدايه وثلاث نقاط مستحقه للنادي الاهلي. الحمد لله، ممكن هو ده اللي فكرنا فيه، البدايه من لقاء كابتن خطيب مع اللعيبه ومع الجهاز، ان دي بدايه مهمه جدا وبطوله مهمه جدا ولازم نفصل، ودي الحمد لله عدت لعيبه النادي الاهلي ويفصل بين كل البطولات، ويمكن اللعيبه الحمد لله استوعبت كده. وزي ما انت قلت يمكن السنتين اللي فاتوا كان بدايه يعني مش جيده، بتعادل السنه اللي فاتت مع الاسماعيلي في البدايه واثرت علينا بعد كده، لكن الحمد لله احنا استوعبنا الدرس، واعتقد الحمد لله احنا حققنا الهدف من المباراه الحمد لله وثلاث نقاط. كابتن سامي، خلال 72 ساعه بلعب ماتشين في غايه القوه، مباراه الزمالك ومباراه سوبر ومباراه بطوله، النهارده بواجه فريق سموحه، اعتقد يعني امر صعب جدا في بدايه الموسم. طبعا مهم جدا، ممكن ما تنساش قبل كده برضو اللي احنا كنا بنلعب مباراه كان سبورت، سفر كبير جدا حوالي 12 ساعه، وبعد كده تلعب مباراه كبيره، وبعد كده ترجع تاني نفس القصه، وبعد كده تستعد لنادي الزمالك مباراه، انت عارف مباراه القمه بتبقى عامله ازاي يعني، وشد العصب اللي فيها. يمكن احنا ما رجعناش من ساعه مباراه نادي الزمالك، فكان كل دي بتزيد من صعوبه المباراه. يمكن الحمد لله يمكن هي دي اللي الراجل فكر فيها في الروتيشن اللي حصل دوت، الحمد لله تدي نفس برضو للعيبة لينا وتدي راحة ارتياحية للعيبة اللي هي برضو تقدر تلعب وتستعد كويس. نقطة مهمة جدا يا كابتن سامي، عملية الروتيشن والتدوير اللي بيتم في النادي الأهلي، وفي إصابات بنشوفها النهاردة، يعني يتمنى كل السلامة لمروان محسن، ولكن على يعني في تدوير في النادي الأهلي لتجنب التلحم المباراة اللي كان بنشوفه خلال المواسم السابقة. النهاردة جيرالدو بياخد من بداية اللقاء، وعلى الرغم من هذا إن النادي الأهلي الشكل بتاعه موجود في أرض الملعب، سواء في ثبات الشكل الدفاعي أو الضغط العالي اللي كان بيعمله على مدار اللقاء. ودي الحمد لله اللي الراجل دايما بيتكلم فيها، دايما لما يكون في سيستم باختلاف الافراد بس انت هتحافظ على نفس الشكل اللي انت فيها. مهم جدا ان انت تدي لعيبه فرص، مهم جدا ان انت تخلق منافسه باللعيبه، انت عندك موسم كبير جدا بتلعب على كل البطولات سواء افريقيا او في الدوري او في الكاس، مباريات متلاحمه ورا بعض، لازم يكون عندك البديل جاهز. الحمد لله زي ما انت بتقول يعني النهارده هاني بيلعب مباراه كويسه، قبل كده فتحي ما شاء الله عامل مباراتين كبار جدا، جيرالدو كويس، حسين جونيور، وبعد كده مروان نفس القصه، فالحمد لله دي. ولسه طبعا الشيخ قبل كده برضو عامل مباراه كبيره في افريقيا، فعاشور لما بينزل، وليد سليمان ما شاء الله برضو نفس القصه بيعمل لك شكل وبيحافظ على الاداء، فاعتقد ان دي من الحاجات الايجابيه اللي الراجل بيفكر فيها، والحمد لله اللي هو ناجح فيها لحد دلوقتي الحمد لله. رامي ربيعه مكسب النهارده من مكاسب اللقاء، خصوصا ان احنا داخلين على لقاء كانو سبورت، لقاء العوده لدوري ابطال افريقيا لدور 32. طبعا رامي ربيعه من اللعيبه المميزه جدا واللعيبه الاساسيه جدا، يمكن افتقدنا فترات كبيره من السنه اللي فاتت، لكن الحمد لله بيمثل قوه هو وايمن طبعا وياسر وكل اللعيبه الموجوده، وده اللي بنحاول نشتغل عليه ونعمله، ان احنا يكون عندنا حلول كتيره، يكون عندنا لعيبه ان شاء الله قدر الله تحافظ على اسم النادي الاهلي، وان شاء الله استمراريه ان شاء الله في الاداء. كابتن سامي، زياره الكابتن محمود الخطيب طوينا من خلالها وطبع صفحه بطوله السوبر، وبدانا نركز في مباراه سموحه، النهارده بنطوي صفحه سموحه بنركز في مباراه كانو سبورت، وكان من القرارات الصائبه الاستقرار على بقاء معسكر النادي الاهلي قبل لقاء سموحه هنا في الاسكندريه. انت عارف ان ده قدر النادي الاهلي دايما، ان انت بتلعب على كل البطولات، ان انت بتلعب مباريات متلاحمه مع بعض، ان انت لازم يكون لعيب عقليه لعيب النادي الاهلي غير اللعيبه الثانيه اللي انت بتنافس على كل البطولات يعني. يمكن الحمد لله دي عادة النادي الاهلي، وزي ما انت قلت زياره الكابتن الخطيب طبعا اثرت على اللعيبه، بتاثر بتدي قوه بتدي باور وبتدي يعني ان مجلس الاداره دايما في ظهرنا ودايما في ظهرنا، واعتقد الحمد لله اللي جابت مردودها، وان شاء الله نفكر زي ما انت قلت المباراه الجايه ان شاء الله نعديها، وان شاء الله نفكر بعد كده في الدوري ان شاء الله. بنشكر حضرتك كابتن سامي وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي، ثلاث نقاط مستحقه بيضيفها النادي الاهلي النهارده كاول ثلاثه نقاط في مهمته ومشواره للوصول للدرع رقم 42. شكرا جزيلا فاروق صلاح.